أفضل ما عندهم أمامكم. رابح واحد، أنتوا بتقدموا أحمد، فرام، أميمة، جيلبرت، حسام، عبد السلام، كريستين، محمد دقدوق، كريم، سارة، ليان، نسمة، نينا، محمد عبد الله. مساء الخير. بعد كل برايم بيرجعوا الطلاب على الأكاديمية موترين بسبب التصويت، ومن المفارقات أنه للمرة الثالثة اللي بيرجع بتصويت زملائه بيرجع بفارق صوت واحد، وفريم اللي حل أول بالتوب فايف وربح سفرة على بريطانيا العظمى ما كان مرتاح أبدا، وصاير في أزمة ثقة بينه وبين كريستين. بعرف أنك بدك بنيدهم يصوتوا لك قصة. أنا؟ لا لا عيني. لا عيني لا عيني لا عيني وعراسة السطح بقولها لا. اللي بده يصوت لي اللي بده يصوت انا لك لا لانه انا 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 لو غيرك انا كنت قلت له انا لانه اذا صارت معي بقول لهم لا this and that هي مزبوط عم تحكي عنه لا اذا هيك رايك فيه مرسي كريستين على راسي انت حكيتهم شي مره سالتهم شي عم تحكوا عنه لا ما بتعرفي انت ما بتعرفي كريستين لا كنت قلت لي ما راح اقول لك انا لما بدي اعمل منيح ما بروح بعالم انا عملت هيك وهيك وهيك تعمل دعايه لحالي لا انا الكلمه لازم تنحكى بالوقت بحكيها مش لازم تنحكى ما بحكيها وميرسي كريستين على السؤال لا ميرسي لك كمان ميرسي كريستين انا كنت مستنظر من كريستين اوكي غير مش بليز ما العالم عم تحكيك بقصص عم بيقولوا لي عنك قصص انا لو ما بهمك انا قليلي قدام الكل يا جماعه يا جماعه لحظه لا شفت ما تنحكى لا لحظه هيك بدك تغير انا غلطان بحق حدا هون بالاكاديمي اذا انا حكي على حدا بالاكاديمي بخلي الكل يطلع بعيني ولا ايه فريم انا ما قلت هيك سو معليه اوكي ما تغير يا جماعه هيك بتعملها عشان صوت لحسام عادي هو بحب حسام وشايف انه حسام اقدر يبقى عادي نقص ما عم نحكي على التصوير عم نحكي بس ما عليه ثانك يو ميرسي كريستين لا ميرسي انا زلمي صريح قدام الكل انا زلمي صريح قدام الكل قدام الكاميرا انا كلمتي ما بحكي بالبستج مش هو بحكي شيء فريم لا هي حق علي حق علي انا لانه انا غشيم ما عليه انا زلمي غشيم لا ما عليه خلص ما عليه انت لو بتسمع شوي بتفهم غير شيء ما بيصير حط ما بدي اطلع احذري لي هذا بتاعك يا كريس I just need time. كل واحد له رأيه واللي بيحب التاني بيصوت له بنحترم له رأيه واللي ما بيحب التاني ما بيصوت له بنحترم له رأيه مش هيك بيحكوا مع العالم. I was pissed off and you know we're sad that Rafael is gone. Yeah. And he's like Christine what's wrong? I'm like خلص nothing. And at the show I was like okay fine I'm bothered. I'm like I'm because I'm confused. Yeah. He's like why? I'm like because you were telling me something about him and I trust you. Yeah. And other people who you wouldn't tell me where you got your source from. Mm-hmm. Other people that care about all of us, me, Nina, Jebed, and you. Told me something different. Yeah. They told me that you were lying. Is it true? Instead of focusing on, wow, why are people calling me a liar? They can look what happened. But look where he took it. اللي صار انه انا مش بنقل لي هالحكي انا قلت لي انه انا بصاحب عالم كرمال جمهور يصوت لي انا انا اللي ما في شيء بقلبي كان يعني ما في شغله زعجتني ولا ما حكيت على الهواء ما في شخص زعجني الا ما حكيته بوجهه على الهواء تجي انا بدي انقل لي هالحكي اسمعي وما تحكي وراك اعملي له هيك بس اوكي وانا عايز بس هاي واي حاكي اعملي له You're not listening. He's not لا قولي له ما كان لازم يوصل الموضوع لهون ام سوري اذا عملت شيء اي شيء زعجك هو لا اسمعي اوكي خلصت اوكي عادي انا في لازم اعمل معي لا اكيد بيكون هو الرود بعتذر حبيبي ما بدي تعتذر مين انا تتعتذر مين مين انا تتعتذر مين انا مثل خيي وانا كنت عم بحكي عم بقول لك شو بيني انا كنت محتاره ام سوري كريستين انا 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 لو ما بحبك انا ما بجي بحكيك هالحكي ولو ما انت شخص ولو ما انت شخص محتاره خيي اسمعني انا ما حرشتك على شيء انا ما حرشتك على شيء انا ما جيت قلت لك صوتي لهيدا وما تصوتي لهيدا انا جيت قلت لك الخبريه 1 2 3 وانت شو بدك اعملي وانا كمان ما جيت قلت لك الخبريه 1 2 3 شو بدك اعملي رايك
حكيتك شيء انا ما كنت بتحت الموضوع لو ما سالتني شو بيننا. انا كنت محتاره وكنت عم بكون صريحه معك. انا محتاره عم بسمع هيك وهيك. بريك اول ومنتابع بعض اليوميات.